سعادة ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين في موروني، سعادة ممثل وزارة المالية والميزانية، سعادة رؤساء البلديات والجمعيات والمدارس، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن نجتمع في هذا اليوم المبارك بمناسبة حفل تدشين مشروع المملكة العربية السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي، والتي جاء من بلد مبارك منبع الوحي مكة المكرمة، وبكونها مثابة للناس وأمنا، والتي تحت لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهما. أيها الحفل الكريم، إن لحوم الهدي والأضاحي شعار عظيم يتفاوض الناس من شتى بقاع الأرض إلى البقعة المباركة في أرض مباركة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فوالله إنها هدية إلهية لمصداقية أنبيائه ورسله للعهود التي قطعوها مع ربهم. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. وقال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا الكانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. أيها الحفل الكريم، إنه لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة جسور القمر ممثلا في رئيسها العقيد الإمام عثمان الغزالي حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة لاهتمامهم المتواصل ومتابعة عملية وصول هذه الشاهنة المباركة وما تحملوه من نفقات باهظة لضمان وصولها إلى الشعب القمري. أقدم الشكر والتقدير إلى الشقيق الأول والذراع الأيمن لجمهورية القمر المتحدة المملكة العربية السعودية لوقوفها الدائم أمام الحكومة القمرية في تحريك عجلة التنمية. والشكر موصول أيضا إلى البنك الإسلامي للتنمية لاهتمامها لهذا المشروع الحيوي ممثلا برئيسها معالي الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد الجاسر. كما نشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين في مروره من تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية للشعب القمري. أيها الحفل الكريم، خير ما نشهد به حفلتنا اليوم آيات من ذكر الله البينات يتلوها على مسامعكم الأستاذ سيد هارون، فليتفضل. ثانيا، كلمة ممثل سفارة المملكة العربية السعودية. ثالثا، كلمة ممثل وزارة المالية والميزانية. ثم رابعا، كلمة الشكر للمستفيدين مع الأستاذ حاج جوس. والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. لن
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، يشرفني أن أشارككم تدشين برنامج توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للحوم الأضاحي في جمهورية القمر المتحدة، والذي يدخل في إطار مشروع إنساني ينفذه المملكة بجميع الدول الإسلامية وخاصة في جمهورية القمر الشقيقة. وفي هذه المناسبة تقوم السفارة بتسليم الحصة المخصصة مقدرة ب3000 ذبيحة إلى الحكومة القمرية لتتولى بدورها توزيعها إلى الأسر الفقيرة والأيتام والمحتاجين والمساكين في جزر القمر الشقيقة. يجسد تدشين هذا المشروع مشاركة المملكة للشعب القمري الشقيق في التخفيف عن الظروف المعيشية للأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة في وقت يواجه العالم أزمة اقتصادية ومعيشية صعبة، كما أنه من المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة بتوجيهات من سيدي مقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين حفظهم الله إلى جميع المسلمين في العالم. تعكس هذه المبادرة الصداقة العميقة والعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعكس الروابط الأخوة الراسخة التي تتجلى في المجالات والعلاقات المشتركة، إذ أن المملكة إلى جانب هذه المبادرات الإنسانية تشارك بشكل كبير في تنفيذ برامج خطة جزر القمر الناشئة برعاية فخامة الرئيس عثمان غزالي، كما المملكة لها دور كبير في مشاريع البنية التحتية ومشاريع أخرى كثيرة داخل الجمهورية الشقيقة. دعينا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، متمنين التوفيق والنجاح للحكومة القمرية والشعب القمري الشقيق بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة، مع سعادة ممثل رئاسة الجمهورية، سعادة ممثل وزارة الشؤون الإسلامية، سعادة ممثل وزارة الخارجية، سعادة ممثل وزارة المالية، سعادة المحافظين للولايات جزيرة جزيجة، سعادة مدراء المدارس، رؤساء الجمعيات، ممثلي جمعية المرأة القمرية، ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على العادة الحميدة التي عودنا بها البنك الإسلامي بجدة للقيام بإرسال شاحنة لحوم الهدي والأضاحي إلى جمهورية القمر المتحدة لمشاركة إخوانهم في العالم الإسلامي والدول الشقيقة للاستفادة من مشروع حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للحوم الهدي والأضاحي التي تفضل به الحاج المتمتع لتقديمها اقتداء بسنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هذا المشروع نعطيها اسما نسميها القيمة الاجتماعية لمشروع لحوم توزيع لحوم الأضاحي في جزر القمر. لعلي لا أبالغ عندما أخوض في نتائج الأحداث السابقة
المتعلقة بمشروع توزيع المياه توزيع الأضاحي في بلدي العزيز جزر القمر، بصفتي أملك خبرا كبيرا في هذا المجال. لعله يتصور السامع الكريم لهذه الكلمات التي سأسردها في هذه العجالة أنها موضوع كان من اللازم أن لا ينال حظ الكتابة أو النشر، لأنه مجرد لحوم تم توزيعها على فئات معينة من المجتمع القمري بشتى مستوياتهم وانتهى الموضوع. ولكن دعني أصحح وجهة نظرك وأصوبها إلى الحقيقة التي تكمن في هذا المشروع الحيوي على سبيل الإيضاح والبيان. انظر أخي الكريم، الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين والاهتمام لمشروع المملكة، مشروع تسمى مشروع الاستفادة من لحوم الأضاحي والهدي، حيث تنفق مبالغ طائلة لخدمة وحماية هذه اللحوم. لو ذكرتها بالأرقام لم تصدق يا أخي لفخامتها، ولكن يجب أن تزال هذا الشك، لأنه مشروع جاء من الركن الخامس من أركان الإسلام الذي نبع من صدق الأنبياء بالعهود التي قطعوها مع رب العالمين، والنتيجة كانت وفديناه بذبح عظيم. وبحكم أن حكومات المملكة العربية السعودية حكومات رشيدة واعية ومقتديا بسنن الأنبياء، تبذل كل الغالي والنفيس في سبيل إحياء هذه السنن الحميدة، فهي لحوم طاهرة أتت من قبل أناس يحملون صفة الحجاج، وفي نفس الوقت ضيوف الرحمن، وقوفهم في عرفة جزاؤهم مغفرة ورحمة، زاده رجع كيوم ولدته أمه. فقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بواجب الاهتمام المتواصل بتجهيز أماكن معينة لذبح الأضاحي، زود بأرقى وأحدث الأجهزة المتطورة وبرادات تحمل أعلى المواصفات العالمية لحفظ اللحوم وتعبئتها بكراتين تحفظ اللحوم من التلف بسرعة، حيث قد تستغرق مدة طويلة بدون ضياع قيمتها الغذائية. كل ذلك تعمل المملكة لصالح حفظ هذه اللحوم. ناهيك عن الجهود المبذولة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المشرف المباشر للمشروع، حيث قام بتعيين إدارة خاصة تسمى إدارة مشروع الأضاحي، تعمل على مدار السنة في البحث والتنقيه واختيار الذبيحة المناسبة التي تلبي جميع الشروط المنصوصة شرعا، وتتعاون مع الفقهاء وأهل العلم في هذا المجال، وتقوم بتعبئتها على أحسن أنواع الكراتين كما ترون، على أنواع الكراتين ذات التابع الجيد، حفاظا على ضياع القيمة الغذائية، استعدادا لشحنها إلى مختلف دول العالم للاستفادة منها. ولعل الذي يزور البنك الإسلامي في موسم الحج يدرك الأهمية القصوى التي توليها البنك الإسلامي لهذا المشروع، حيث تكون البنك شبه معزول، لأن معظم الموظفين تجدهم في موقف الحدث في حالة من الجد والاجتهاد والمصابرة والتضحية في سبيل ضمان نجاح هذا المشروع. لعلي أحكي بعض الأحداث التي مرت في عند إشرافي على توزيع هذه اللحوم في أوساط الشعب القمري المسلم. من أغرب هذه الأحداث، في يوم ما تقدمت لصلاة المغرب في إحدى المساجد بعد أن قام المؤذن لإقامة الصلاة، فقدموني للصلاة عليهم، فقال المأمومين لا، فقلت استووا، فقال أحد المأمومين قال لا نستوي حتى تعطينا أحد بأنك ستقدمنا لحوم الأضاحي، وإلا لا نصلي معك أي لحوم الأضاحي. فقلت لهم هذا ليس شرط لقيام الصلاة، قالوا نعم نعرف ذلك، ولكن اليوم شرط أساسي لصحة صلاتك. هذا حدثين. والحدث الثالث كذلك في موقع توزيع اللحوم بحضور سعادة السفير السابق لجزر القمر مع عدد من الموظفين في سفارة خادم الحرمين الشريفين، ف
فقام أحد المعجبين بلحوم الأضاحي يطلب من أحد الموظفين في السفارة منحه كرتونا واحدا وألح له كثيرا، ولكن لم ينتبه له فضربه بكف عاد في وجهه وقبض عليه الشرطة ولتوقيفه على عمله الشنيع، وقال للشرطة خليني إلى السجن ولكن سلموني كرتونا واحدا من هذا اللحم. وأما الحدث الثالث جرى في موقف توزيع اللحوم في أحد المناسبات، حيث وقع شجار ونزاع بين الفئات المجتمعة للحصول على نصيب من هذه اللحوم، أدى في النهاية إلى وقوع مجموعة من الشباب في بئر مجاور مكشوفة الوجه مملوءة بالمياه، أصيب عدد منهم بجروح خطيرة وهو متمسك بعدد من الكراتين، ووصول فريق لإنقاذها إلى المستشفى وهو يصرح فيقول لا جدوى للمستشفى بدون أحمل كراتين من اللحوم. هذه القصة كثيرة مر بنا في هذه العجالة ولا أستطيع أن أحصيها. هذا كلها لماذا؟ حيث لا أذكر أنه يمر يوما من الأيام إلا وأواجه من يسألني عن شونة الأضاحي إذا وصلت، خاصة هذه السنة التي تأخر كثيرا لعدم توفر شركة الناقلة لنقل الشاحنة من جدة إلى جزر القمر، وشركة الناقلة المتوفرة لم تتمكن من الوفاء بالمواعيد التي قطعوها مع مكتب الشاحنة. بالتوضيح يا أستاذ محمود، على الشاحنة وصلت ما يوقف منذ وقت طويل، أحسن شهرين في مجهود هذا التأخير أخو لا سبب لما لا سبب من لك ذلك لذلك أذكر وعيدة لذلك ما تأخر الشاحن هذه إلا أنه كان هناك تأخر من شركتنا شركة الملاحة في جزيرة مجهود، جلس الشاحن هناك شهرين 60 يوم وهي موجودة هناك، ولكن وألح شركة الشاحنة في المملكة دائما نتواصل إلى أن وصل، حيث وصل في يوم عرفة الحجاج في عرفة ووصل الشاحنة إلى جزر القمر. وعلى هذا نثمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله على المبذول على المساعدات التي تقدمها لشعبنا جزر القمر، ونشكر شكرا خاصا إلى البنك الإسلامي للتنمية على المصابرة والإصرار على وفاء ما تعهد به لإرسال اللحوم إلى جزر القمر، شاكرا لجهودهم. وكما أشكر حكومة صاحب الفخامة الإمام غزالي حفظه الله تبارك وتعالى لما بذلهم من مساعدات مالية وإدارية ولوجستية حتى نتمكن من استلام هذه الشاحنة في هذا الوقت، وشكرا على حضوركم في هذه الحفلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب قبل أن نعطي الكلمة إلى ممثلي الحضور أو كلمة الشكر، نحب أن ننوه للحاضرين بعض المؤسسات والجمعيات والمدارس الذين حضروا في هذه الحفلة. أولا حضر في هذه الحفلة 8 بلديات: بلدية موروني، بلدية تاندايا، بلدية ماجيني، بلدية همهامي، بلدية وشيلي، بلدية ميساميكولي، بلدية همبويو، بلدية مبانكويو. ثم إلى الجمعيات التي وصل معنا في هذه الحفلة، عندنا لجنة أهل الحل والعقد، رابطة الخيرية، دار الزكاة، جمعية المرأة، جمعية العون المباشر، جمعية المعوكين. أما المدارس فعندنا حوالي أكثر من 30 مدارس، يذكر بعضها مدارس الإيمان، مدرسة أهل السنة، مدرسة الكتاتيب، مدرسة قبول، مدرسة مسوجة، مدرسة نور الهدى، مدرسة البرهان، مدرسة القرآن والسنة، مدرسة التقوى، مدرسة الفوني، مدرسة المعراج، مدرسة المعالج، مدرسة التوجه، مدرسة الإحسان، مدرسة الخطيب جوس، مدرسة طيبة الأسماء، ثم أخيرا مدرسة منزازة جومبي وغيرها كثير. وإلى هنا نعطي كلمة الشكر إلى أستاذي وشيخي شيخ يوسف، ليتفضل أمام أو شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة أيها المعالي أصحاب المعالي والسعادة، ممثلو الحكومة القمرية،
ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين بجسر القمر، ممثل الجمعيات والمدارس المختلفة. في البداية أود أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني من ممثلي الجمعيات والهيئات المختلفة والذين استفادوا من هذا المشروع القيم من هدية حكومة خادم الحرمين الشريفين من لحوم الهدي والأضاحي لشعب جمهورية القمر المتحدة، والذي يتم تحت إشراف سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى موروني والبنك الإسلامي للتنمية ووزارة المالية بجمهورية القمر المتحدة. أن أقدم شكرنا وتقديرنا لهذا هذه الهدية القيمة، وأود أن أؤكد على أن ممثلين الموجودين هنا سيقومون بتوزيع هذه الأضاحي إلى المستحقين، حيث أن هذه الجمعيات والمؤسسات تمثل الكافة الأنواع الكافة الشعب القمري بكل أنواعهم. لذا نجدد شكرنا وتقديرنا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ونائبه الأمين الملك ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله. نجدد شكرنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية لكل هذه الجهود التي تقوم بها المملكة، ليس فقط في توزيع الأضاحي والمساعدات والتمور وغيرها، بل هذا يعتبر شيء قليل جدا بالمقارنة حكومة خادم الحرمين الشريفين في جزر القمر. يكفي أن حديثا نرى الطريق الذي بدأ من هاهايا إلى لتسمهولي، كذلك الطريق الذي عمل أيضا في غنزوان، ومشاريع كثيرة. كل هذه المشاريع لا يمكن أن تقارنها بالمشاريع الأخرى التي تنفذها من المؤسسات الدولية التي تعملها في جزر القمر. لذلك نجدد شكرنا وتقديرنا لمملكة العربية السعودية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذه الأعمال كلها وهذه المجهودات في ميزان حسناتهم يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.